الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجذوذ الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا
لوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
فاستقم كما أمر. فاستقم كما أمرت فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر واقم الصلاة طرفي النهار الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين. Thank you.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولذلك خلقهم تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وكلنا نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما
حاج حسن شغلنا السبع ثوابي بدور الوحدون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل وما وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني
تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم المتعالي الذي أرسى الجبال العوالي والذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدقت ربنا وصدقت آياتك في القرآن وبلغ نبي الهدى سيد ولد عدنان نسألك ربنا أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا واجعله الوارث منا واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا الله ربنا ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين جامعة الأداء الراقي والمتميز صوتا وأدبا وخلقا وحكما نبراس إذاعة القرآن الكريم المصرية بل وشاشات التلفزيون المصري لتلاوة القرآن الكريم ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتلاوة كتابه حيث قال الحق جل وعلا وما زال يقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها استمعنا وإياكم إلى خواتيم سورة هود وما تيسر من أحسن قصص الكتاب أي من آي سورة يوسف من فضيلة القارئ العلم القارئ الشيخ طه محمد النعماني قد بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية بالكروان الفجر بالإذاعة المصرية هذا المقام القرآني الكبير الذي يقام من معقل مصنع الرجال من محافظة القليوبية قضاة العرب الأعلام أصحاب الكلمة الواحدة الموثوق بها مشاركينهم بقرية طمان ليلة التكريم للراحل الكريم والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة الحج فوزي جولس المعروف بأدبه وأخلاقه وواجبه بين الناس والمعروف بكرمه وأخلاقه العالية مشاركين الحج محمد والحج عبد الفتاح حج احمد والحج عبد الحميد مشاركين آل جولس الاكرمين بل وآل هذا البلد الطيب ابلغ جميعا مشاركين ايضا ابن العمومة الغالي الحج سعيد ابو هاني كذلك السيد النائب حسني بحاله كذلك الحج علاء فيصل امدة عرب الحويطات الاكرمي أيها الإخوة المؤمنون أشكر إلى كل شخصية وفدت لهذا المقام
كذلك الى ابن العم الغالي الحج عزت ابو هادي. شاكرا الى قضاة العرب التي وفدت الى هذا المقام. شاكرا الى السادة الاكرمين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات. شاكرا الى عائلات القماني الاكرمين وعائلات حجاب. شاكرا ايضا الى قيادات وزارة الدفاع والداخلية والقضاء والى رجال وزارة التربية والتعليم والكهرباء والى هيئات ومؤسسات الدولة الاكرمين علمائنا ومشايخنا الافاضل الذين حضروا هذا المقام. ايها الاخوة المؤمنون ومن داخل كبرى قصور ضيافة المتنقلة بالانارة الذهبية والهندسة الاذاعية والاعمال الضيافية حج عبد المجيد محمد وابنائه بطمان اما قناة مهندس احمد الجعفري للقنوات الفضائية المصرية شكر الله سعيكم جميعا. شاكرا الى المهندس رأفت رفاعي صاحب الواجب والاخلاق العالية.